عودة من جديد لصباحات سوداني، تتواصل معكم فقراتنا ونذهب لفقرة الإبداع لليوم من صباحات سودانية مع زميل عمار في الجانب الآخر من الاستديو. عمار أهلا بك. أهلا بك رويدة. يمكن فقرة الإبداع لليوم مميزة جدا، تهتم بشعر المرابيع والدوبيت وعديد من الأشياء الجميلة جدا، موعودين بالتأكيد بفقرة مميزة جدا. أسعد بالترحيب بضيوف هذا الصباح، الشاعر مهند ود الصديق والفنان أحمد الجمري. قبل ما نصبح على الناس نخش بنموذج من أحمد الجمري ونجيك من جديد يا مهند، نسمع منك الجمري. عيون الكحيلات الأخضر بجنات، عيون الكحيلات الأسمر بجنات. مسرح الخصلات مش السير في خطوات، أي بغام وبهد ألا بسحر وجنن، أما يقد بسام في مشيه يتقسم، غوام وبهد ألا بسحر وجنن، أي أنا عمل أدى رد السلام في الحين، يرعاه الله أعين الفات خلاني حزين. السلام عليك. شكرا احمد الجمري ومهند، مرحب بك. مرحب بك احمد برضو. الكلمات السابقه هي من كلماتك، بدايه عرفنا عليك ومن متين بدات دوبي وتكتب وتنظم الشعر؟ والله مرحبتين حضرتكم الف. انا سودانيه 24 وانا سعيد جدا كون في لقاكم في صباح اليوم. من 2001 انا بكتب في الدوبيت والنصوص. كده سمعنا نص من النصوص غير النص اللي سمعناه من الجميع. مجهول غرامك، مجهول غرامك ما ظنه تاني يطيب، علاجه ما دكتور يا العودك انت رطيب، من غيرك في دنياي زولا قطيع غريب، بتأمل أحلم بيك تبقي لي حبيب، بدعي خلق الكون انت تبقي نصيب، قادر السواك علبت فينا لهيب، أرحمي قليبي معاك للأمل لا يخيب، أتجرب الواطة ستارة ولا سبيب، فيك عيون الصيد والقدلة قدامة، شايلة قلوب الناس سبحانة هدامة، انت من الحور ولا آية وختامة، علقت كل الناس أصدرت إعدامة. مجهول غرامك ضرباه برشاش، زعفوه بإزعاف فتوه في الإنعاش، لموا الدكاترة
قال يجيبوا الكاش والفاقد علاجك ما ظن غيرك عاش والفاقد علاجك ما ظن غيرك عاش. عاش ولا ما عاش؟ ما ظن عاش. طيب برضو لو جينا عينا لدوبيت اللي هو مقسم لأشكال مختلفة جدا ما بين الغزل ما بين الفخ وما بين برضو العزة والكرامة الأشياء كثيرة بتبقى. قال أهل العزة وأهل الدانة وهل في المكارم يوت معظم شانه أهل جرارك العرك العرك دخانة مليان فراسة وكلمتنا شبعانة. كتبت شنو في الفخر؟ بقول سلام أهل الكرم والسيوف الجازة وسلام أهل العلم والحروف الشازة. أبشر أبشر والله. السلام عليكم دشكات الحروف الرازة راكزين في الطرب وقت انت زغرد عازة. يا سلام. اسود أولاد مكوك رجال وصلابة معروفين وقت العركة يا تلابة جر الزناد بتخلي ديار عدونا خرابة ابن حركة تطلع فطي فشر لا طابة. أبشر والله أبابا. نحن ماسكين عادات جدودنا ليها طعم ونحن دوبيتنا بالزنبارة ليه نغم. صحيح. نحن سيوفنا في العركات ملت خدم أخوك زغرتلو فوق المية جازر كم. يا سلام. الدنيا أبشر والله الدنيا عشناها بحلوها مرها ودقيشة وخيراتنا زايدة ومطاميرنا راقد عيشة. نحن بلادنا وقت العركة معروفة نصر الديشة ونحن عدونا كان كازانا بنخد كرسينا فوق راسونا حكر الشيشة. أبشر أبشر والله. نحن صغيرنا مما يقوم ببرم شنابه ونحن سوداننا في التاريخ أقروا كتابه. نحن عدونا نعمل كورة نستلاب ونحن جنسنا من الرسول ما ندر عديد تيرابه. يا سلام. ونحن جنسنا من الرسول ما ندر عديد تيرابه. يا سلام يا سلام. حبابا بدي الجمري نسمع منك مقطع تاني. تفوت بقت ترحل بلاك حياتي تتبدل اوعى تفوت بقت ترحل بلاك حياتي تتبدل الليل بعادك لهم امن حمل بعادك لهم امن حمل تسع سنين وما بتكمل عادك ليهم أمنا حمل تسع سنين وما بتكمل أوعى تفوت بقت ترحل براك حياتي تتبدل نصيح إنك عني ما بتزعل ومهما زعلت بيك أقبل نصيح إنك عني ما بتزعل ومهما زعلت بيك أقبل أوعى تفوت بقت ترحل براك حياتي تتبدل
الفرحة البراك حياتي تتبدل. براك حياتي تتبدل. يا سلام عليك. ودي الجمر ده راجع معاك لنقطة اللي هي بتاعت الربابة. ويمكن النغمات الجميلة دي بتأثر في ناس كتار جدا، خصوصا لما انتهبش في اللحم الحي زي ما بنقول، وهي دائما هباشة صراحة عليها ما بتقصر. من 200 العزف على الربابة، وبرضو المخزون الجغرافي والثقافي له أثر كبير جدا. والله طبعا يا بالذات يعني آلة الطنبور والناس بتعرفها بالربابة. والله الآلة دي آلة ما شاء الله يعني محركة، يعني الصغير والكبير لما يشوفك شايل الربابة في يدك ده لو ما قال لك تعال سمعنا حاجة بيكون متابعك لحد ما تمشي مشوار طويل. والله الآلة دي يعني كل ما أشتغل وكل ما أسمع صوتها بيحب يكون أعلى من كده. في ناس والله كده يعني خصوصا عازفين الطنبور والربابة لما ينوم بخدها جنبه، في ارتباط خاص ما بينك وما بينه. والله أنا الطنبور ده لو نمت وصحيت يعني بيكون جنبي، أصلا ما أكون بعيد إلا يعني ظروف طارئة كده يعني أكون بعيد من البيت، لكن في أي لحظة بيكون معاي. ولما يكون معاي أنا بكون في الفرح دائما، يعني بدندل لو براي لو معاي ناس بيكونوا سعيدين معاي، يعني دائما بكون عايش في مرحلة تعطرت. طيب نحن حسنا شفنا يمكن انت غنيت نص لمهند اللي هو فيما يخص الدوبيت والمسادير وكذا، هنا الحقيبة ده هل حاولت انه تدخله من خلال الطنبور بغنى حديث؟ والله انا في المحاولات، لكن الزول ما يعمل الحاجة الا ما يعرف نفسه يتمكن، يعني يقدر يجيده كويس عشان ما تقوم تخربش وتعمل لنا يعني. صحيح. في اساتذه قدامنا ان شاء الله نحن نقدر يعني نوصل مرحلتهم. هم يعني ابدعوا ووروا يعني ورفعوا راس السودان، ويا ريت احنا في الجيل حاليا كده نقدر احنا نعمل اللي عملوهم ان شاء الله. ان شاء الله نحن هنجيك تاني عشان نسمع نص، لكن او حنسمع نموذج، لكن ده رجيك مهند. يمكن الكتابه برضه في الكرم في اشعار الدوبيت حاضره من اجيال مختلفه ما بين واتشوراني وعكر الدامر والضحاويه واشكال مختلفه في مناطق السودان اللي يمكن اهتمت بثقافه الدوبيت، سواء في البطانه او في نهر النيل في حجر العسل وما شابه. الكرم كتبت فيه شنو؟ الكرم ذا الصفات السودانيه دي اساسا كرمها ما بتحدد في كل دول العالم. فبقول وطني السودان بالأخلاق السمحة مطبع، والجندي في الميدان بالفراسة مشبع. أبشر الله. كالضاب العميل ما بخش حدود المدفع، حدودنا يا عميل نيرانك الرعد معاها برقا يشلع. وطني السودان، وطني فيه الكرم في كل مكان، وفيه الرقة والتحنان، وفيه مراكز العشمان، وفيه قناصة للنيشان، فيه الإبل وفيه الضان، وفيه جميع صنف حيوان، فيه مصانع الألبان، وفيه كل السراوي بالإمكان، فيه قيادة الأركان، وفيه ديشنا بحفظ الشان، وفيه سيفنا الجزر غردون باشا زمان، وفيه دباباتنا اللي بتدمر العدوان، فيه القطر وبرضه في الطيران، وفيه مصانع تدخلت في محان، فيه جميع المشافي للمرضان، فيه جميع المشافي للمرضان، وفيه ذهبنا من فجر بركان، وفيه بترولنا ما حوجنا نمشي مكان، فيه التربة الخصبة للبستان، وفيه جناين، وفيه كثير مزارع الإنسان، وفيه القطن لبسنا منه كمان، فيه يا رجالة اتفضلوا على الديوان، وفيه نبح دعونا للضيفان،
وفيه ما مرضى كلمة جينا يا فرسان، وفيه عزة حظ الشرف لا الآن، فيه صوت العنج مروي بالقطران، وفيه الطنبور أبوة الرنان، وفيه جمالا يدخلك توهان، فيه العمة والطاقية هالسودان، فيه السديري والجلابية ومركوب النمر عنوان، فيه حنية وفيه أمان، وفيه الجامعات وخلاوي تحفظ القرآن، وفيه الجوامع ترفع الآذان، وفيه ما نرضى كلمة شينا يا فرسان. صحيح، جميل. وفيه نهد رواحنا كالمدافع جاهزة للنيران، وفيه نهد رواحنا كالمدافع جاهزة للنيران. حبابك أبشر. فالسودان يعني كرمه ما بيتوصف، يعني قدر ما تكتب كرم السودان ده نادر في عامة دول العالم، ما بيتوصف. والله حبابكم، يعني انت من قبيل شكرت الكرم وشكرت الفخر، لكن عزة دي ما قلت فيها شيء. قال ربك أكرمن في العزة ما زلاهن، شوقن يا الأمير حركك بيدنا صلاهن، أخير الميتة شين فايدة حياتنا بلاهن. أنا شاكر لكم جدا مهند الصديق الشاعر والفنان الجميل أحمد الجمري، كنتوا معنا في الصباح من صباحات سودانية، وانتوا جيتونا من مناطقكم، انت من كردفان ومهند برضو جيتنا من حجر العسل، شاكرين لكم جدا. إن شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة بشكل برضو جميل زي هذا الصباح. شكرا جزيلا. والله شكرا لكم بالتأكيد، وشكرا للأستاذ مصطفى النعيم الذي أتاح لنا الفرصة، وشكرا لقناة سودانية 24، وشكرا لكل العاملين بهذا الاستوديو خلف الكواليس. شكرا، والتحية لك. شكرا. والتحية لكل المشاهدين. شكرا لك. شكرا. ود الجمري عندك المساحة الختامية، نسمع منك نموذج وتحيي برضو المشاهدين. تسلم إن شاء الله. أنا والله بحييكم وسعيد جدا جدا الليلة أسجل حضور في هذه القناة الفضائية السودانية 24، والله أنا بحيي كل السودان عامة كده يعني ما بالتحديد، وإن شاء الله يكون خفيفين أظل على كل المشاهدين، والتحية للأساتذة كلهم يعني من غير فرز. إن شاء الله نكون ماشيين في طريق كويس، نقدر نوصل رسالة والناس تكون مستمتعة وتقدر تدينا نصايح يعني عشان نقدر نسمع. إن شاء الله تسلم. إن شاء الله أنا بديكم حاجة وطنية إن شاء الله، في كلمات الأستاذ الشاعر عبد الوهاب عثمان الفكيه، وقبل شوية برضو اشتغلت له أغنية برضو أوعد فد بعد ترحل برضو للأستاذ، والحاني أنا إن شاء الله. لن حبابة جميلك يا أفا ده السودان علوم سغافة، لن حبابة جميلك يا أفا ده السودان علوم سغافة، حضارة منارة وذوق لطافة، بشرى فرحة ما في خلافة، حضارة منارة وذوق لطافة، بشرى فرحة ما في خلافة، بل ان حبابة جميلك يا أفا دي الخرطوم علوم سغافة، زالت جفوة كشفنا حجابة، رمينا سلاحنا وما في حرابة، زالت جفوة كشفنا حجابة، رمينا سلاحنا وما في حرابة،
حبابة جميلك يا أفا بالسودان حلو مسوافة. حضارة منارة وزوق لطافة بشرى فرحة ما في خلافة. عصمة سحرت جميع الأحياف دي الخرطوم بكل طيافة. لأن حبابة جميلك يا أفا ده السودان علوم سوافة. وده السودان ودي الخرطوم ودي مدروان. وده السودان بلدنا كمان بلدنا حبابة جميلك يا أفا ده السودان علوم سوافة.